حضرتك عملتي لشهور طويلة لإنجاز هذا المشروع، نحب نعرف من حضرتك أبرز الملامح اللي هتغير من أداء هذا القطاع. قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، احنا بنشتغل على القانون ده منذ ما يقارب السنتين. فعلا شغل متواصل. كان الغرض من هذا القانون والفترة الطويلة اللي هو أخدها في دراسته واعتماده من مجلس الوزراء، ان احنا كنا حريصين على ان احنا نقدم قانون الحكومة تقدمه في كثير من التوافق او التوافق التام، لأن القانون ده له علاقة بالمالية، له علاقة بالتخطيط، له علاقة بالاستثمار، له علاقة بالتنمية المحلية، له علاقة بالشباب، له علاقة بالتجارة والصناعة، له علاقة بكثير من القطاعات. فكنا حريصين تمام الحرص إن احنا كحكومة نقدم قانون لمجلس النواب يكون متوافق عليه من جميع الأطراف. هذا القانون زي من اسمه مشروعات متوسطه وصغيره ومتناهيه الصغر، فهو يخدم شريحه كبيره جدا من العاملين في هذا القطاع. وبشكل عام يعني احنا مش هنقدر نقول نسب معينه، ولكن اقدر اقول وهي النسب تتراوح احيانا، يقول لك هذا القطاع يستحوذ على 90% من الاقتصاد واخرين نسب 70%، لان انا عندي شريحة المتناهي الصغر والصغير اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا بشكل غير رسمي، ما عنديش إحصائيات رسمية ليهم، ولكن هم شريحة عالية جدا. هذا القانون من أهم المحاور اللي تخدمه إن هو نجد آلية لدخول النشاط الغير رسمي في النشاط الرسمي، وخاصة في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه وفي هذه الأزمة اللي احنا موجودين فيها، واللي احنا بنحاول إن احنا نستغل زي ما بيقولوا المحنة ان احنا نغيرها لمنحة وحاجة تكون ايجابية. فاشتغلنا على اكتر من محور، فهذا القانون الوقت المناسب فعلا كان لاصداره، واحنا يعني الحمد لله تم مناقشته في مجلس النواب وتم التوافق عليه وتم اقراره، تم اقرار جميع بنوده. هذا القانون 6 محاور ب 109 بند، يتطرق من اول تعريف موحد للمشروعات. اخيرا هيبقى عندنا في مصر تعريف موحد للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. هذا التعريف تم التوافق فيه مع البنك المركزي، تم التوافق فيه مع الشركات للتمويل متناهي الصغر والجمعيات الاهليه، فبقى عندنا تعريف موحد هيكون ملزم لكل الجهات. فمش هينفع ان انا كجهاز اشتغل بتعريف وتجدي البنوك العامله صحيح في مصر بتعريف اخر وشركات التمويل للمتناهي الصغر بتخضع هيئه الرقابه العامه بتعريف ثالث، لا كلنا هيبقى عندنا تعريف واحد. طيب وصلتوا لاي تعريف، اي تصنيف لهذا القطاع؟ يعني المتناهي الصغر هيكون في حدود قد ايه؟ متناهي الصغر احنا التصنيف اولا المعيار في السابق كان قانون 141 سنه 2004، وهو كان القانون المعني بالمشروعات الصغيره، كان بيعتمد في التعريف على رأس المال الوارد في السجل التجاري. احنا بالخبرة في هذا المجال وجدنا ان هو مش معبر نهائي عن حجم النشاط، فابتدينا ان احنا نشتغل. هناك معيارين مهمين جدا، بنشتغل على حجم الاعمال وعدد العمالة، وده عنصر هام جدا. ورأس المال رأس موجود المال ايضا في الحسبة، بنلجأ اليه في المشروعات الجديدة، ولكن في طبعا واخدينه كمعيار اضافي، ولكن المعيار الاساسي هو حجم العمالة اللي بتعمل في المشروع وحجم المبيعات. فمثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك قلت المتناهي الصغر اللي هم حجم اعمالهم اقل من 1,000,000 جنيه، معظم السادة مثلا المشاهدين ممكن ما يسمعونا ممكن كلهم يتطرقوا الى انها حوافز ماليه، ولكن هناك بعض الحوافز الماليه نتيجه بعض الحوافز الضريبيه وحوافز في التامينات، وده تم بالتنسيق مع وزير الماليه الدكتور معيد، ووزيره التضامن كانت في ذات الوقت كانت دكتوره غاده والي. وعلى الجانب الاخر هناك حوافز غير ماليه، لان سرعه استخراج المستندات الرسميه للمشروع وسرعة إصدار وسهولة ويسر، وإن وجود شباك واحد لإصدار مثل هذه المستندات ده في حد ذاته أكبر حافز لكثير من أصحاب المشروعات بيجدوا صعوبة إن هو يشتغل بشكل رسمي، لأنه لا يتاح لي استخراج المستندات بشكل في كثير من اليسر. فإحنا برضو هذه الآلية اعتمدناها، وإن شاء الله بإذن الله اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذا ما أكد عليه
رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال كان حريص جدا واحنا بنناقش القانون ان هو ينوه لسرعه اصدار اللائحه التنفيذيه، وان احنا نلتزم في هذه اللائحه ان هي يكون فيها كثير من الوضوح، وان هي تكون بشكل يعبر عن القانون وجميع بنوده، وفي نفس الوقت تكون موضحه لجميع الاجراءات لسهوله تنفيذها، لان نجاح اي قانون مش مجرد اصداره، نجاح اي قانون في اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، وده اللي ان شاء الله احنا هنكون حريصين عليه.